هي عندكم برزنتيشن؟ أنا بكره هنا تخيلوا بقى الفصول هو فيديو؟ أنت كنت شغال على اللاب؟ كنت شغال على اللاب مش البتاع كده يا مش معرفش المفروض هيبقى فيه يعني يعني جماعة بريطانية وبتنجي مش بتاع مع رشري مش قصدي ما بعرفش استعملها دي مشكلة يعني تك أزرق تك أزرق ما ساعات كان بيفت من بشري أنا بقى باكل هنا أيوه نازلة علينا صورة احنا قاعدين في الباب مش عارف إيه ومعفنين وشغالين كل ده في الصورة واحدة انا بقى مش فاهم الناس بقى اضحكوا بقى بصوا الناس بقى لو ما ضحكوش هتبقى مشكله تبقى مشكله بتعقدها لما نظفنا زباله تبقى مشكله انت انت بتعقدها انت انا بقول لك اهو بعد كده تبدا هنا خلاص ضحكوا تبدا انت بقى تتكلم فاهم انت بعد ما بيضحكوا غالبا البنات بعد ما بيبقى عنده ايه مصار ويرجع بقى ايه تهديه هو هادي فمستعد انت يستقبل الفكره يستقبل لا يستقبل إيه؟ الاحساس ايوه ما هي أيوة ماشي هو ده كده ممكن تستقبل كده هو مستعد ان هو هو طفش الفيديو بقى الشمال ده فيديو فورمال يا بقى يا لا انت مستعد انك تستقبل الاحساس ايوه وصل لي الاحساس يا بيبي وصلني الاحساس يا بيبي انت انا بقى وصل الاحساس كلهم انا عارف طبعا شكلها وحش او مش عارف ايه او كده بس في الحقيقه الصوره دي من اكتر الصور انا بعتز بيها اساسا انت عارف كده فور لمبه ومش باين الناس هتعيط مش مهم بقى عند الباب الصوره دي من اكتر الصور انا بعتز بيها اساسا مفيش في حياتي يا عم ايه ده بقى انت بتعطلني الصوره دي اكتر صوره بعتز بيها في حياتي يمكن انتوا بصوا دلوقتي مش عارف تسالني بص مش عارف ايوه اصل انا ما اعرفش اتخيل يعني انا مش عارف انا انا بعرف اتكلم كده كده ماشي وصل بعتذر هتقوم تخش قدام الناس تمام وتقول لهم انت هتاكل اوبن ميت جاي هم بعد الكلام ده كله هتسجل فيديو للراجل ده وهو بيتكلم تمام بالحركات دي وتقوم قايل لهم انا خدت الواد ده اهو وتشغل الفيديو واحنا كلنا انا اهو العالم هتشوف ده طبعا الستاند اب كوميدي يا عم الصوره دي ايوه الصوره دي اكتر صوره ما عملتهاش في حياتي ايوه بس مش عشان انا عمر ما اكلت قبل كده في حتت حلوه او مناطق كويسه او كده لا انا اكلت في كي اف سي وماك و سي اف سي ودي صور هناك الجو ده ايوه بس ايه صراحه كنت اكل معايا بس الصورة دي لا يعني انت بقى This is best يا عم انت بقى انا كنت قاعد عند الصوره دي قول لي بس ده حلو